عندنا اشكاليه الاهلي يا عمار، شو وضع الاهلي؟ ويرجع السومه، رجع السومه ولسه ما فيها الفرص. هي خامس تعادل. امبارح كسر عقده لباولينا، او هو باولينا طلب يكسر عقده. في شيء غير كل مره بنقول نفس الكلام. كيف؟ كل مره بنقول نفس الكلام. بنقول نفس الكلام، ما تغير. الاهلي واقفين محل، تغير الاداره. شلون عندهم اداره الدفاعي مصطفى؟ تغيرت الاداره، جبت انت مدرب موجود في الدوري السعودي صار له ثلاث سنين. اللعيبه اللي انت اللي جبتها ما صار. انت جبت باولينيو وجايب بالنص فيليب راتشيش كان بالعين، وانت عندك اللاعبين في النص. ما جبت احتياط لعمر سومه، وقت انت بحاجه انه عمر سومه. بنعرف عمر سومه من السنه الماضيه عنده، ان شاء الله ما تكون إصابة مزمنة، بس تعرض لإصابات خلال آخر سنة قطعته كثير مباريات. وهو دائما الأهلي عنده هالمشكلة إنه ما عنده احتياط لعمر السومة. إذا عمر ما كان موفق في النص ما عم تلاقي حدا. أنا برأيي كان لازم يجيبوا قلب هجوم ثاني مع عمر، يعني يقدر يلعب معه بنفسه. شايفك عم تهز براسك، موافق الكلام عيسى؟ صحيح أبو كرم، أنتم أشرتوا إليها في جانب النصر، إن كثير من الصفقات حقيقة ما كانت تحتاجها الفرق، كانت تحتاجها اللي هو عملية رغبة فقط، اللي هو جلب لاعبين أو أسماء كبيرة منها الأهلي. الأهلي من أربع سنوات مشكلة الأهلي معروفة، هي في خط الدفاع، لا سيما في السنتر. وعندك مثل ما قلت مهند عسيري راح عندك في نهاية الموسم، يعني تعرف أنه ما عندك بديل للسومة بعد رحيل مهند عسيري. فبالتالي أنا أعتقد أنه أيضا الاختيارات يجب أن تكون حسب الحاجة. طيب أنا معي أقل من دقيقتين، شلوا للصور. راح أشرح مع الدكتور عمار أحيانا أنه مش ضروري نجيب رونالدو وميسي ونيمار ومع بعضهم، ما بيركبوا كلهم، يعني كلهم تجيبون مع بعضهم وأبراموفيتش ولا مش عارف مين، كلهم سوا ما بيشتغلوا، صح ولا؟ اشرح لهم بس بقل من دقيقه. مصطفى اكيد انت عم تحلل. كل 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 مركز له خصائص، وكل لاعب له خصائص معينه. كنا عم نحكي على النصر. فالمدرب ليش انا عم اقول لك ما اكيد؟ لانه هو كان موجود معهم، فهو بيعرف شو الفريق كان في النقص. انا برايي اختياراته كانت لانه كخصائص لاعبين مش موجوده. انت ما بصير يكون مشربوف مع فينسن ابو بكر. انت شفت فينسن ابو بكر امبارح لعب محل مشربوف، ومشرف اضطر المدرب لاعب مشربوف في النص. وبنفس الوقت قبله بالآسيوية كان فينسنت أبو بكر اللي هو كان يلعب مع بورتو قلب هجوم، كان عم يلعب بالآسيوية قلب هجوم. حمد الله ما كان موجود. تاليسكا ما لعب أنا برأيي على جهة اليمين، لأنه هو مانو اللاعب السريع، هو اللاعب المهاري اللي بشوط بالتسديد. فأوقات طريقة لعب المدرب مع اللاعب الموجودين ما بتتناسب. أنت أوقات تختار لاعبة الأسماء أقل أو بتقدر تتأقلم مع الفريق. هلأ أنت بتشوف الاتحاد، لنعطيك مثل رومارينيو وكورادو عم يلعب بدون قلب هجوم الاتحاد، بس شو عامل مدرب الاتحاد؟ عطيهم المساحات لهدول الاثنين يتحركوا من وين ما بدهم مع الظهيرين. ترك الأحمدي، برونو ريكي جاب الجول، شاف إنه أنا ما بحاجة لبرونو هنريكي بعد النص لأنه عندي لاعب وسط بالنص، فتركوا لوقت الاحتياط. فكل لاعب وكل مدرب بينظر للاعب حسب الخصائص اللي عنده إياها. فهيدي مش موجودة عندنا لهلا في الدوري السعودي، أو المدرب، أو اللي بسموها نحن المدير الرياضي اللي هو بحط استراتيجية الفريق واللي بيجيب على أساسها. هي أصلا مش موجودة عندنا في الدول العربية.